دخلوا بقى الثورة وناس كانت يعني طالعة وبتهتف. رصدت سلوكهم في خلال الفترة من بعد 25 يناير ازاي؟ يعني ناس بقى بص، بالبرلمان انا شخصيا ما نزلتش التحرير ده خالص، يعني في 25 حسيت الموضوع مزيف من اول لحظة. عشان يبقى واحد اسمه خالد سعيد ايقونة الثورة، ايه الكلام الفارغ ده؟ ما بلعتهاش واتشتمت بقى، واللي انت عارف صحيح الحدوتة يعني. صحيح فابني نزل من ورايا اول يومين، خبى عليا، فمراته قالت لي، فبكلمه قال لي لا خلاص مش نازل. قلت له ليه؟ ليه قال لي رابع يوم انا جاي اخش لقيت دقون وقفالي محوطه الزحام كله، وبيقول لي بطاقتك وبتاع وداخل ليه وجاي ليه. رحت ماشي. في هذا التوقيت كانوا سيطروا على الموقف. على الميدان عشان كده انا بعتبر ان يناير هي طليعه الطابور. طليعت الطابور يعني خش انت وانا وراك واحنا وراك بس، ده يعني كانت تنفصل. حصان طروادة يعني ان مش هم ان هم استغلوا وجود، لا 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 لا، المسائل متحضره ومتستفه بقالها مترتبة كتير، مش بالصدفه لا. اللحظة اللي سمعت بقى انه الرئيس المصري بقى اخوان يعني اصعب يوم في حياتي. ليه؟ بالليل كنا على طول بالتليفونات، شفيق فاز شفيق فاز، كلنا جالنا ارقام وبتاع، وبقينا نطرح ونجمع. فانا حاطه في بطني بطيخه صيفي، لا يوميها قبلها بيوم كنت انا وعكاشه ومعرفش مين، دكتوره نقيل عماره وبتاع، عاملين ستيج كده في المنصه، وبنطلع نهتف والناس تتلم. عكاشة توفيق ايوه توفيق كنا عاملين شغل جامد على المصطبه دي. فانا راجعه سعيده جدا، رحت عند اصدقاء كان فيهم فاروق حسني، فبص في الموبايل فكده قال لنا يا ولاد الظاهر مرسي فاز. ده بالليل. بالليل قلت له لا لا يمكن لا يمكن. اتصلت بناس اعرفهم، قلت لهم انا سمعت كذا كذا في كده، قالوا لا لا لسه مفيش حاجه ظهرت، بس يبدو انهم خبوا عليا. الصبح بتكلم يا جماعه يجي لي تليفونات الحرس الجمهوري راح عند شفيق. طب انا في احدى الندوات والهيصه اللي كنا بنعملها دي بقول اشمعنى شفيق، قلت لهم اعرفه شفيق، اعرفه راجل قوات مسلحه حارب في اكتوبر، اعرفه ده معرفوش بس ببساطه. فكلنا كنا متشعبطين في شفيق ينقذنا يعني. تيجي اخبار كويسه وتيجي اخبار نص نص. بس قعدت قدام التلفزيون ساعة النتيجة وأنا يعني مترقبة مؤهلة يا إن عيني شفيق هيكسب، لأن النتيجة اتأخرت. فكانت قاعدة مرات أخويا قالت كلمة، قالت يا ولاد تلاقيه فاز مرسي، أمال مأخرين النتيجة ليه؟ قلت لها لا بصي ما تقوليش كده قلبك قدامي. قلبك واقف رجليك يعني يعني بدأت بقى قلبي يضرب. أول ما قال مرسي العياط حصل لي حاجة غريبة جدا. عارف اللي يقول لك جات لي بالسكتة؟ اللي هو يعني سكت تماما، لا بتكلم ولا بزعل ولا بفرح. قعدت حوالي ساعة تجمدت ثم انفجرت في بكاء مرير. قلت لهم البلد راحت، ده كان أول تعليق لك. البلد راحت خلاص. البلد راحت. يعني انا قاريه، ما كنتش قاريه كويس قوي كمان، بس وقتها قاريه تاريخهم منيل. هذا الرجل يبقى رئيس مصر ده، والعالم اللي جنبه دي تمسك البلد، فوق الخيال. كانت صدمه بالنسبه لي، لا تدلع ولا تتقبل ولا ده التعبير اللي هو البلد راحت. راح طبعا. طيب